بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أبدأها بالعناوين. في خطابه أمام أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاح، رئيس الجمهورية يدعو إلى تضافر الجهود للوصول إلى بر الأمان. الوفد الحكومي السوداني وقادة الجبهة الثورية يعقدون اجتماعا بجوبا، وتحديد 15 من نوفمبر موعدا لوصول الجبهة الثورية إلى الخرطوم. السلطات القضائية الفرنسية تواصل تحقيقاتها مع منفذي هجوم نيس الإرهابي. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم. خاطب فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو أعمال المنتدى الوطني الشامل، وتناول في خطابه كافة القضايا التي تهم الشعب التشادي، وأكد بأن المنتدى مفتوح للجميع لإبداء الآراء ومناقشتها للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية. كما دعا رئيس الجمهورية إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية من أجل رفعة إنسان تشاد. ناقش المشاركون في أعمال المنتدى الوطني الشامل لليوم الثاني عدة مواضيع أساسية متمثلة في تشكيل الدولة وإصلاح المؤسسات والنظام البرلماني، حيث رأست الجلسة السفيرة مريم محمد نور، ودعا المشاركون إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القرارات الصادرة من مخرجات المنتدى وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الدولة. إلى ذلك، عاد إلى البلاد رئيس القوى الديمقراطية من أجل التنمية عبد الواحد عبود مكاوي قادما من جمهورية مصر العربية، تلبية لنداء رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو للمشاركة في أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاح. ويعد نداء مشير تشاد من أجل مشاركة كافة الأطياف السياسية في البناء والتنمية وإبداء الرأي هو ما فيه خير للبلاد والعباد. قام المندوب العام لبلدية أنجمينة بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة جراء السيول والأمطار بالدائرة التاسعة، وهذا بهدف الوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بأهالي المنطقة والنظر في كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لهم. هذه المساعدات المتمثلة في الخيام وتوفير الغذاء بجانب المساعدات الصحية. أمس بأشيرة الصقر الكبير كلنا نغلناكم ممدجين قايدين في تيريدا فكان العين نمشي فوق كما نارفو ندورك على حكومة كي سايدنا ما يالنا را كمام دا كله تفوه anina komena berasna jibni hinu kulu ma tap katil ligina donc comment am dake anina hasa kulu ma indina baga nu mfoga kulu da ma de beda na kulu almishala gashan na gouvernement khatena kije way na dena maire dol ministère ana santé ana infrastructure ana management territoire ana plan kulu de solen technicien min amis gayn fokru ki kef nas dolan saidum len numurgum nas dal ma kalam da fi bakan almi mafi o ki kef nor golem sholi do su bash do shum don yo do no mu fi bakan do o ki kef ne saidum le yo go akil o bi bu commencé hidi ma go. في الشأن السوداني، عقد الوفد الحكومي السوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي وقادة الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام اجتماعا بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بحضور فريق لجنة الوساطة الجنوبية بشأن تحديد موعد جديد لوصول قادة الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وأعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار تود جولواك أن الطرفين اتفقا على تحديد 15 من نوفمبر المقبل موعدا لوصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم. رحب الرحل بمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور الواقعة في الحدود مع دولة جنوب السودان بالسلام الذي تم توقيعه وتخصيص بروتوكول كامل لقضايا الرحل،
مطالبين حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية لتسيير الأمور الحياتية دعما لمشروع توطين الرحل بالولاية والمتمثل في المياه وحفظ الأمن وحل النزاعات بين الرعاة والمزارعين. عالميا، أفادت مصادر قضائية بأن السلطات الفرنسية تحقق مع شخص ثاني تواصل مع منفذي عملية نيس الإرهابية. وبعد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع، تقرر تعزيز حماية المدارس ودور العبادة في كل فرنسا وحماية السفارات والمصارف بجانب المصالح الفرنسية في كل دول العالم. وأكدت السلطات القضائية بفرنسا مواصلة التحقيق مع منفذي الهجمات الخمس لتحقيق العدالة. اتهم خبير شؤون الخارجية بحزب الخضرة الألمانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالترويج للإرهاب في أوروبا، داعيا اتخاذ إجراءات ضد المحرضين الذين يسعون إلى تأجيج الفتن من أجل المصالح الخاصة. من ناحية أخرى، سلطت الأزمة الحالية بين باريس وأنقرة الضوء على دور تركيا في نشر التطرف داخل فرنسا من خلال دعمها للجماعات الإرهابية. إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24، والتي يعود وأذكر بعناوينها. في خطابه أمام أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاح، رئيس الجمهورية يدعو إلى تضافر الجهود للوصول إلى بر الأمان. الوفد الحكومي السوداني وقادة الجبهة الثورية يعقدون اجتماعا بجوبا وتحديد 15 من نوفمبر موعدا لوصول الجبهة الثورية إلى الخرطوم. السلطات القضائية الفرنسية تواصل تحقيقاتها مع منفذي هجوم نيس الإرهابي. شكرا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل بقناة النصر 24. إلى اللقاء.